أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. المبعوث الأممي يعقد لقاءات مكثفة للجان في المشاورات، والميليشيا تواصل خروقاتها في محافظات عدة. ظروف الحرب تتسبب في تراجع إنتاج العسل وتزايد معاناة النحالين. تراجع الاحتياطي النقدي إلى 100 مليون دولار وتراجع كبير لأسعار صرف الريال. ناقش اجتماع للرئيس عبد ربه منصور هادي مع الحكومة ومستشاري مستجدات الأوضاع السياسية والاحتياجات الملحة في المحافظات المحررة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبا أن الاجتماع وقف أمام مستجدات الأوضاع الميدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف الصعد، كما ناقش مستجدات المشاورات في الكويت وجهود الوفد الحكومي لتحقيق السلام المرتكز على القرارات الدولية والمرجعيات الوطنية. على صعيد متصل، عقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لقاءات منفردة مع الأطراف المشاركة في مشاورات السلام بالكويت. وقال مصدر في المشاورات إن اجتماعا مشتركا يعقده ولد الشيخ مع ممثلي الأطراف لمناقشة أبرز القضايا الخلافية المتعلقة باللجان السياسية والأمنية. ومن المقرر أن تعقد اللجان الفرعية في المشاورات جلسات بحضور المبعوث الأممي لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، من بينها آليات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي. على الصعيد الميداني، تجددت الاشتباكات في مديرية صبر الموادم بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للميليشيا في ريف محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن المواجهات دارت بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة والميليشيا في منطقة الصراري والشقب وسط تبادل لقصف مدفعي عنيف. إلى ذلك تجددت المواجهات بين الجانبين في محيط مقر لواء 35 مدرع غربي المدينة. وقال مصدر عسكري لقناة بلقيس إن الميليشيا شنت قصفا على مقر اللواء والأحياء المحيطة به كالسعيد ومحيط السجن المركزي من أماكن تمركزها في جبل هان وتبة الضنين ومحيط مصنع السمن والصابون. في تعز أيضا نظم العشرات وقفة احتجاجية وسط شارع جمال للمطالبة برفع الحصار عن المدينة وتحريرها. واستنكر المحتجون ما تتعرض له المدينة من قصف عنيف من قبل الميليشيا ومنع لدخول المواد الأساسية في ظل انعقاد المشاورات السياسية في الكويت. وأكد المحتجون استمرارهم في تنفيذ الوقفات ضمن إطار الحملة التي أطلقها ناشطون بعنوان تحرير تعز أولا. خرجنا هنا لنسمع صوتنا للعالم أن تعز ما زالت موجودة، ما زالت حرة، مهما حصل، مهما صار، مهما حاولوا أن يقيدوا قوتنا وعزمنا، سنظل نطالب هنا وسنظل نصيح تعز لابد أن تتحرر أولا، تعز أولا، تعز أولا. خرجنا اليوم لنطالب بالمطلب الأساسي والمطلب الدائم الذي هو تحرير تعز. تحرير تعز أولا قبل كل الحوارات، قبل كل النقاشات، قبل كل القضايا الجانبية الصغيرة العالقة بين حتى أطراف المقاومة التي أدت إلى ربما نوع من التأخير. وبالعودة إلى آخر تطورات المشهد في مفاوضات الأطراف اليمنية في الكويت، معنا من هناك الصحفي المرافق لوفد الحكومة الشرعية عبد الله حزام. أهلا بك سيد عبد الله معنا في هذه النشرة. بداية، ما هو الجديد وما هي النتائج التي خرج بها ولد الشيخ باجتماعه مع أعضاء اللجان المنفردة في المشاورات؟ أولا عزيزي، ولد الشيخ اليوم لم يجتمع بأعضاء اللجان، واللجان لم تعل التي شكلت الثلاث اللجان لم تعقد أي اجتماع لها على مدى الثلاث الأيام الماضية، وإنما ولد الشيخ اليوم التقى برؤساء الوفد الحكومي على انفراد، والتقى أيضا بالوفد الآخر على انفراد. الوفد الحكومي في خلال اجتماع اليوم مع ولد الشيخ أكد لولد الشيخ أن على الميليشيات أولا وقبل الدخول في أي شيء تسليم السلاح والانسحاب من المدن وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية وإنهاء حوثنة مؤسسات الدولة، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن أي توافقات أو ما يسمى بتشكيل حكومة وطنية. نعم. بتشكيل حكومة وطنية
وفقا للمرجعيات الثلاثة اللي هي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والآلات التنفيذية وقرارات نعم. مجلس الأمن نعم. هذه المطالب نعم أستاذ عبد الله نعم أستاذ عبد الله هذه نعم. المطالب لولد الشيخ هي منذ أن يعني انطلقت المفاوضات في الكويت وهي ذاتها إلى اللحظة لم يوجد أي تقدم ولم تنفذ أي مطالب ولا زالت حتى يعني جبهات القتال مشتعلة الطيران يضرب الحرب متواصلة إذن ما جدوى الاستمرارية في هذه المفاوضات؟ الاستمرارية في هذه المفاوضات من الجانب الحكومي تؤكد مصداقيته بالاتجاه نحو السلام. الجانب الحكومي يهم دولة وشعب 25 مليون نسمة تعداد سكانه وانهيار اقتصادي حاصل في داخل البلد، يريد بشتى الوسائل أن ينقذ الشعب اليمني بأقل التكاليف وبأقل الخسائر وبالوسائل السلمية الممكنة التي تحافظ على الدولة اليمنية واستعادة الدولة واستئناف المسار السياسي وفقا للمرجعيات التي تحدثنا عنها سابقا وباسهام كل القوى الوطنيه في داخل اليمن. نعم استاذ عبد الله، امام هذا يعني عدم التقدم وانجاز اي بند من بنود المفاوضات في الكويت، هل تعتقد بان المشاورات والمفاوضات ستستمر اكثر ام يعني شارفت على النهايه؟ المشاورات هي امامها 48 ساعه حاسمه، ولكن هنالك ايضا راي اخر او اراء بدات تقول او اراء مرجحه انه للتمديد لمده شهر اخر أو أنه نكتفي أو أنه نصل إلى اتفاق أولا فيما يخص الجانب الإنساني من إطلاق الأسرى والمعتقلين والمختطفين السياسيين في سجون المعتقلات الحوثية وصالح في الداخل وفتح مرة أمنة لإيصال المواد الغذائية، ثم نعود بعد ذلك إلى 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 بعد شهر آخر لعقد مشاورات بعد شهر رمضان. وفي هذا الجانب أكد الجانب الحكومي بوضوح أن قضية المختطفين والأسرى لا تخضع للابتزاز السياسي وإنه يجب إطلاق جميع الأسرى اليمنيين أينما وجدوا وبأسرع وقت ممكن وعبر تدخل منظمات دولية مختصة في هذا الشأن، ومن هذه المنظمات منظمة الصليب الأحمر الدولية. أشكرك جزيل الشكر الصحفي المرافق لوفد الحكومة الشرعية في الكويت الأستاذ عبد الله حزام، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الحجرية حظر التجوال في مدينة التربة من الساعة 9 وحتى 6 صباحا حتى إشعار آخر، إضافة إلى منع حمل السلاح. وقال مصدر في قيادة قطاع الحجرية العسكري إن الجيش والمقاومة أقر حظر التجوال مع تنفيذ حملات أمنية واسعة في المدينة والقرى والأسواق التابعة لمديرية الشمايتين، واعتقلت المقاومة مشتبهين بهم في التربة وسوق المركز على الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في المقاومة الشعبية عبد الله الشيباني. إلى محافظة الجوف حيث تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم واسع لميليشيا الحوثي والمخلوع على معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف. وقال المركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية إن الميليشيا شنت قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر في محاولة للسيطرة عليه، مشيرا إلى أن الجيش والمقاومة أفشل هجوما شنته الميليشيا على المعسكر. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا في المحافظة على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار. في محافظة الجوف أيضا تتواصل خروقات الميليشيا والمخلوع صالح في عدد من مناطق المحافظة والتي تستهدف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هكذا تبدو الأوضاع في محافظة الجوف، قصف هو الأعنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. لا تزال الميليشيا تواصل خروقاتها لتثبت مجددا إنها لا تؤمن إلا بمسار واحد هو مسار المدفعية وطريق الكاتيوشا، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار أصبح مجرد قول، أما الفعل الحقيقي والمستمر هو القصف على مواقع المقاومة والجيش في جبهتي المتون والمزوية. هذه جبهة مزوية وهي المتارس الأمامية التي شهدت تصعيد عسكري في 48 ساعة الماضية وقصف العدو بجميع الأسلحة في اتجاه هذه البيوت، بيوت مزوية بقذائف الهاوزر 120 وقذائف الهاون 82 وكل الأعيرة المتوسطة والثقيلة من 23 و14.
وعلى الرغم من ديمومة القصف الذي تنتهجه الميليشيا على مواقع المقاومة وعدمية التزامها بالتهدئة، إلا أن الآخرين ملتزمون بها وأنهم لا يزالون في موقف الدفاع والصد للهجمات المباغتة القادمة من مواقع تمركز الميليشيا. يلتزمون بهدنتنا، لكن هم لا يلتزمون بهدنتهم ويخرقون الخروقات يوما بعد يوم، ونحن نحترم المجتمع الدولي. كل المعطيات القادمة من الميدان تؤكد أن الميليشيا تحاول استعادة السيطرة على مناطق ومواقع بالمحافظة بعد أن حشدت تعزيزاتها العسكرية. إذن لا يبدو المشهد داعيا للتفاؤل، فلا التزام قابل للتنفيذ ولا رغبة صادقة للدخول في مسار السلام. وللحديث عن آخر التطورات من محافظة الجوف معنا السكرتير الصحفي للمحافظة يوسف حازم. يوسف أهلا بك معنا في هذه النشرة. بعد الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على معسكر الخنجر، كيف دارت الأوضاع هناك وما هي نتائج هذه المواجهات؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. كان هناك مساء أمس هجوم هو الأعنف حسب عمليات المقاومة الشعبية في المنطقة الشمالية الشرقية من المحافظة. شنت الميليشيات في خرق واضح للهدنة، واستمرار لهذا الخرق شنت هجوما عنيفا على معسكر الخنجر. بدأ بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على المعسكر ومحيطه، ثم بدأ اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وصل حد الالتحام عن قرب. تمكنت المقاومة والجيش الوطني في المنطقة من كسر ذلك الهجوم وقتل عدد من عناصر تلك الميليشيات والسيطرة على بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة لها. نعم. هل لا زال هناك أي خطر على معسكر الخنجر أو أي مواقع عسكرية مهمة في محافظة الجوف والتي تم تحريرها من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع؟ هناك هجمات بشكل مستمر وبشكل شبه يومي. نعم. في المنطقة الشمالية الشرقية في باتجاه معسكر الخنجر وحلقين، وكذلك في المنطقة الغربية باتجاه مديرية المتون والمصلوب. تقوم الميليشيات باستهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالكتوشا والهاون، وأيضا تنفذ هجمات مسلحة فردية من خلال عناصرها المتمركزة على بعض السباب في هذه المديريات والمواقع. هناك ثبات ومقاومة شرسة من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ونطمئن الجميع أن أبطالنا أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستعدون لردع وصد أي هجوم من هجمات. نعم. هؤلاء الانقلابيين الذين يحاولون استعادة أي جزء بسيط من ما خسروه وفقدوه من تراب أرضنا الطاهرة. أشكرك السكرتير الصحفي لمحافظة الجوف يوسف حازم، كنت معنا عبر الهاتف من الجوف. في محافظة مأرب قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا معسكر الكوفل، معسكر كوفل الخاضع لسيطرة الجيش الوطني غربي المحافظة. وقالت مصادر عسكرية أن الميليشيا قصفت أيضا بالمدفعية والهاون مواقع الجيش الوطني والمقاومة في منطقتي هيلان والمخدرة، وكانت لجنة التهدئة التابعة للحكومة تعرضت مساء أمس لإطلاق نار من قبل الحوثيين أثناء تواجدها في صرواح بعد نصف ساعة من الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار. في محافظة شبوة تعيش مناطق عسيلان غربي المحافظة تحت قصف وحصار ميليشيا الحوثي والمخلوع، وخلال الثلاثة الأيام الماضية كثف الحوثيون قصفهم على المدينة مستخدمين قذائف الهاون وصواريخ التوشكا، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين. دياب صالح ذو 8 سنوات أحد ضحايا قذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مديرية عسيلان بشبوة. كتبت له الحياة مع شقيقه الآخر على الرغم من جراحه البالغ، بينما 3 من أبناء عمه قضوا جميعهم بنفس القذيفة التي استهدفت منزلهم. منهم 3 توفوا،
واثنين على قيد الحياة. لم يعد لدى القد المكلوم سوى ذكرى من الألم لن تبارح مخيلته، فبالإضافة إلى استشهاد أحفاده الثلاثة يتعرض منزله لحملات تفتيش ومضايقات متواصلة من قبل الميليشيا. الخلي المنطقة لكم. وليس ثم التعبير في هكذا مواقف سوى دموع القهر التي أخرجت وطأة ظلم الميليشيا وأنصارها. وهذا ليس إلا نموذجا لعشرات الحالات التي لم تصل إليها عدسات الكاميرا في عسيلان وبيحان، حيث أصبحت منازل المواطنين هدفا مباشرا لقذائف وصواريخ الميليشيا. ولم تكن الهدنة التي يشرف عليها المجتمع الدولي إلا فرصة للميليشيا لتعزيز جبهات مقاتليها الذين ما زالوا يصدرون الموت من الجبال والمرتفعات المحيطة بالمدينة ويفرضون الحصار عليها. خرق الهدنة من البداية إلى النهاية، آخر التاء أمس قتلوا حرمة حامل تمشي مع الخط بالنهار بوضح النهار، قتلوها رصصوها. الصواريخ تضرب المساجد، تضرب الأسر داخل البيوت، تضرب الأطفال، إيش من هدنة هذا؟ بين الحصار والنار هكذا تعيش مديرية عسيلان في ظل الهدنة. فبينما تواصل الميليشيا قصف المنازل تغيب الكثير من الخدمات عن السكان. فمستشفى عسيلان هو المرفق الصحي الوحيد في هذه المدينة، لكنه يواجه الكثير من الصعوبات ويفتقد لبعض المعدات والأجهزة الضرورية لتسيير أعماله. المستشفى لم يستلم أي موازنة تشغيلية منذ بداية العام 2016، لحيث والمستشفى فقط معتمد على موارد مساهمة المجتمع. ثمة إصرار يبديه العاملون في المستشفى على مواصلة عملهم الإنساني، لكنهم يؤكدون أن الاعتماد على الجهود المجتمعية ودعم المنظمات وحده لا يكفي، لا سيما في ظل الحرب والظروف الراهنة. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه. في محافظة الضالع شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا وهجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربية المحافظة، وقالت مصادر محلية أن المقاومة والجيش صد هجوما للميليشيا على مواقعها في جبهة يبار، وذلك عقب تعرض عدد من المواقع للقصف العنيف. كما تعرضت أيضا مواقع للجيش الوطني والمقاومة في مناطق يعيز شمال المحافظة لقصف الميليشيا. إلى محافظة الحديدة، حيث شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على أحد المواقع العسكرية في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن التحالف شن الغارات على معسكر الدفاع الجوي بمطار الحديدة، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. ونبقى في الحديدة، حيث يشكو النحالون في المحافظة من عدم توفر بيئة ملائمة لتربية النحل ومواصلة إنتاج العسل في ظل ظروف الحرب القائمة التي تسببت ببيع بعض خلايا النحل ومهاجرة بعضها إلى أماكن مجهولة. التقرير التالي والتفاصيل. تتزايد معاناة النحالين على نحو غير مسبوق في محافظة الحديدة كغيرها من المحافظات التي يتنقل بينها النحالون. هنا بالقرب من مركز المحافظة في هذا الوادي يحط ملاك النحل رحالهم، ينصبون مناحلهم لغرض رعايتها وتربيتها ومن ثم إنتاج وبيع العسل في واحد من أكثر المواسم كسادا تسببت به الحرب. الأزمة والحرب أثرت على كل هاي. كم أثرت؟ كل حاجة دخولها صعب لنا في الأزمة. تشتهر اليمن بإنتاج العسل عبر هذه الطرق التقليدية التي تضيف قيمة على جودته ومذاقه، لكن هذه الطريقة تواجه أيضا معوقات كثيرة باتت تعترض إنتاج العسل بعد أن أصبح مجرد الحصول على لقمة العيش أمرا بالغ الصعوبة حتى لمن ينتجون ألذ مذاق على الإطلاق، حيث باتوا يعانون من صعوبة التنقل لتوفير بيئة ملائمة للنحل مع تدني ملموس في تراجع الطلب على إنتاجهم جراء ظروف الحرب التي ألحقت الأضرار على مختلف الجوانب. ونتيجة لكل هذه الظروف القاهرة اضطر بعض النحالين لبيعها، بينما هاجرت بعضها إلى أماكن مجهولة نتيجة ضعف الاهتمام، وصارت تجارة العسل مجازفة بلا عوائد مجدية. بقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. العشرات يشاركون في ماراثون رياضي في عدن في إطار جهود تطبيع الحياة بالمدنية.
المبعوث الأممي يعقد لقاءات مكثفة للجان في المشاورات، والميليشيا تواصل خروقاتها في محافظات عدة. ظروف الحرب تتسبب في تراجع إنتاج العسل وتزايد معاناة النحالين. تراجع الاحتياطي النقدي إلى 100 مليون دولار، وتراجع كبير لأسعار صرف الريال. من جديد أهلا بكم. اندلعت مواجهات بين قوات الجيش ومسلحين يعتقد انتماؤهم بتنظيم القاعدة في مدينة الحوطة بمحافظة لحج. وقال مصدر عسكري إن المواجهات اندلعت بعد شن المسلحين هجوما على إحدى النقاط العسكرية الواقعة في أطراف المدينة. على صعيد آخر، يواصل 10 صحفيين إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في سجن هبرة الاحتياطي بالعاصمة صنعاء، وناشد الصحفيون سرعة الإفراج عنهم محملين ميليشيا الحوثي وإدارة السجن المسؤولية عن حياتهم. وقال الصحفيون إنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وإعادة التحقيقات ما دفعهم للاحتجاج والإضراب عن الطعام. إلى عدن، حيث أقيمت في المحافظة فعاليات رياضية لمحاولة تطبيع الحياة في المدينة بالتعاون مع السلطة المحلية وبمشاركة عدد من الرياضيين. التقرير التالي والتفاصيل. هذه الأصوات لا تدل على مرور موكب رسمي من هنا، فالصورة أبسط مما تبدو عليه. كل ما في الأمر أن هناك فعالية رياضية تقام بهذا المكان. شوارع عدن تمارس الرياضة أخيراً بعد غيابها لأكثر من عام. عادت الشوارع لتصبح مكاناً مناسباً لمحبي الرياضة وممارسيها، وعادت الأنشطة الرياضية للمزاولة فيها. تبرز عدن اليوم كمكان أفضل لتطبيع الحياة رغم الكثير من الصعوبات التي تواجهها هذه المدينة، فهي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للاستنجاد بتلك الأنشطة التي تجعل المدينة تعود لسابق عهدها لتصبح الحياة الطبيعية ممكنة. وما الرياضة إلا أسلوب آخر للحياة وشغف كبير يعشه الجميع بمختلف التخصصات والمجالات، فمن لا يمارسها يحب المتابعة والمشاهدة والتشجيع أيضا. في عدن أقيم ماراثون سمي باختراق الضاحية، شارك فيه الكثير من الشباب الرياضيين. كان قد سبق هذا الماراثون فعالية أخرى أقيمت قبل أيام قليلة لسباق الدراجات الهوائية، شارك بها أيضا مجموعة من هاوي ركوب الدراجات وتحت إشراف السلطة المحلية. تعيش عدن إذن في جزء كبير منها صراع التطبيع، وتقام الفعاليات الرياضية لعلها تنجح فيما فشلت فيه السياسة والساسة. على صعيد متصل، نظمت جمعية الحياة للتدخل المبكر في مدينة عدن حفلا لذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات وصعوبة النطق، وتخللت الاحتفالية عدد من الأغاني والأناشيد والرقصات الشعبية التي قدمها أطفال الجمعية. وقال وكيل المحافظة خالد الجعملاني إن السلطة المحلية حريصة على إدماج هذه الشرائح في المجتمع وتدليل كل الصعوبات التي تواجهها. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع إلى 100 مليون دولار إلى جانب الوديعة السعودية، وهو ما يهدد البلاد بكارثة حقيقية. وأضاف المخلافي في سلسلة لتغريدات له على حسابه في تويتر إن الانقلابيين خلال عام أهدروا الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ 4 مليارات دولار، وأن البلاد بانتظار كارثة. وأوضح الوزير أن العملية الوطنية العملة الوطنية تواصل انهيارها، والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب، والحكومة تسعى لإنقاذ الوضع، لكن ميليشيا الحوثي وصالح ليسوا مهتمين بكل ذلك هذا، ويواصل الريال تهاويه أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 300 ريال. We'll be right back.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المبعوث الأممي يعقد لقاءات مكثفة للجان في المشاورات، والميليشيا تواصل خروقاتها في محافظات عدة. ظروف الحرب تتسبب في تراجع إنتاج العسل وتزايد معاناة النحالين. تراجع الاحتياطي النقدي إلى 100 مليون دولار، وتراجع كبير لأسعار صرف الريال. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.